هذا ودعا المرشحون المواطنين المشاركة في الانتخابات رغم الاحتجاجات وتكسير الصناديق في بعض المناطق. أتمنى أن تنتهي هذه الانتخابات في جو اللي يخلي الجزائريين حقا ينطلقوا انطلاقة جديدة ونسترجعوا الأمل لشعبنا. الانتخابي الآن أديت الواجب الانتخابي تاعي الآن. أتمنى أن هذه الانتخابات الرئاسية تأتي بالخير للشعب الجزائري، كما أتمنى هذه الانتخابات الرئاسية تأتي بالخير للجزائر إن شاء الله. 12 ديسمبر يفكرني ب 11 ديسمبر 60 عندما أرادوا أن يعزلوا جيش التحرير الوطني عن شعبه، وجاءت مظاهرات 11 ديسمبر 1960 وعطات زخم جديد للثورة الجزائرية، وكانت سبب من الأسباب الأساسية في انتصار الشعب الجزائري. كذلك اليوم نقول في 12 ديسمبر سيكون سبب أساسي لانتصار الحراك. إذا خاص لكل أخواتي وإخواني الجزائريين، شباب، كهول، نساء، رجال، أن يهبوا كرجل واحد كامرأة واحدة نحو صناديق الاقتراع لإنجاح هذه الانتخابات، وحتى ندخل مساء اليوم إن شاء الله في الجمهورية الجديدة التي يطمح إليها كل جزائري وجزائرية، جمهورية الشباب، جمهورية الجزائريين الأحرار. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي توفيق قويدرشيشي. أهلا بك سيد توفيق. هل من إحصائية جديدة لنسبة التصويت؟ فعلا ما لدي من معلومات حسب ما أورده السيد شرفي رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهو 20.39% سجلت في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر. صباحا سجلت في حدود الساعة 11 صباحا سجلت حوالي 7.98 7%، يعني نسبة للأسف ضعيفة جدا، رغم زيد على ذلك 19% نسبة تصويت الجالية بالخارج. عندما نقول تصويت الجالية بالخارج، فرنسا، بريطانيا، المملكة المتحدة، الدول العربية وباقي المهاجرين الجزائريين المتواجدين في الخارج. إذن هي نسبة ضعيفة لا ترقى إلى مستوى. إذن مع هذه النسبة الضعيفة وشاهدنا معظم المرشحين يدعون المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات رغم الاحتجاجات في الشارع ورغم تكسير بعض صناديق الاقتراع في الشوارع، إذن هل ينظر المرشحون إلى هذه الانتخابات بأنها ناجحة؟ لا أعتقد ذلك سيد الفاضل، رغم الدعوات المترشحين بن غرينا وسيد عز الدين ميهوبي وبن فليس والسيد تبون، كل المرشحون الخمسة دعوا إلى التصويت بصفة بكثافة، لكن لا ننسى بأن هناك قطب كبير وهو القطب الرافض، الرافض للانتخابات والشارع، الحراك يا سيدي الفاضل، الحراك عندما يخرج بملايين من الاشخاص، سواء في العاصمه، في زويزو، القبائل، الشرق، الغرب، يعني الجزائر بين تيارين، تيار يطالب باجراء انتخابات وقد اعدت الدوله الجزائريه كل الامكانيات الماديه والبشريه من اجل نجاح هذه الانتخابات، وهي طبعا تراهن على هذا نجاح هذه الانتخابات. في المقابل نرى الأنصار الحراك الذين يرفضون هذه الانتخابات لكونها تشرف عليها بقايا العصابة كما يقولون، وليست هناك يعني ملاخ ملائم لإجراء هذه الانتخابات. القاسم المشترك بين هذا التيارين، التيار الذي يدعو إلى الانتخاب والتيار الرافض للانتخاب، هناك فقط قاسم مشترك بينهما، وهو الانتخاب، ولكن ليست بهذه الطريقة وليست بهذه الكيفية وليست بهذه الظروف.
نعم أستاذ توفيق، يعني البعض توقع بأن يشهد اليوم صدامات ربما بين أنصار أو مؤيدي هذه الانتخابات وبين رافضي إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، يعني هل من المتوقع فعلا أن نشهد في الساعات المتبقية هذه المواجهات؟ لا أعتقد ذلك سيد الفاضل. لماذا؟ لسببين. لأن انتصار الحراك ليس كان سبب يعزى إلى سبب واحد أو خصيلة واحدة وهي السلمية. سلمية الحراك خاوة هذا الشرع الذي رفعه المتظاهرون، خاوة الجيش والشعب، خاوة هذا يعني هذا السلمية وهذا تقريبا. هناك يعني أن تصور سيدي فاضل أنني شاهدت أن بعض المتظاهرين ضد الانتخابات يقومون بإعطاء الورود ويقبلون حتى عناصر الشرطة ويدعون إلى عدم التعنيف وعدم تكسير مكاتب الاقتراع. من يقتر شعارهم في ذلك السلمية. نعم. من ينتخب فهو حر ومن لم ينتخب فهو حر. نعم. وبالتالي الاصطدام مع قوات الأمن أو التكسير هذا ليس من صفات الحراك ولا يحكم. نعم. الحراك. الأستاذ توفيق ودرشيشي الصحفي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. ومن الجزائر